من ضمن الاسئله على مبيعات سيلز شركه وي، كنت عاوز اتاكد، كنت مال الفورم قالوا لي الانترفيو المرتب ثابت 3000 وفي تارجت ربع من 10 في القريه الذكيه، ده حقيقي؟ اروح الانترفيو يعني لو مكان من اماكن الاوت سورس لشركه وي وتشتغل سيلز روح، عاده المرتب بيلعب في التفاصيل دي 3000 3000 ونص، يعني ما فيهوش شبهه نصب بالنسبه للتارجت، الامور دي كلها كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي انت ممكن انك تكون حقيقيه. الشغل السيلز طبيعته فيكسد انكم، راتب ثابت وراتب متغير، في تارجت وفي حاجات كتيره، فلا داعي للتوتر او روح. اهم حاجه بس القواعد بتاعت الشركات النصابه ابتعد عنها، لو في طالب منك فلوس ابعد، لو مفيش عقد، لو مفيش وظيفه معينه، لو داخل مفيش شركه لا ادخل اتاكدت من ده كله، انزل جرب مش هتخسر حاجه، ولكن اوعى تدفع حاجه او تدفع من فلوسك مصاريف معرفش فورم وتقديم، اعرف ان ده نصب، لكن اللي انت بتقوله احتمال كبير ان هو يحمل قدر من الثقة، وربنا يوفقك.